وعشان كده أسر الشهداء ضيوف الكرام الثلاثة إن شاء الله هيروحوا عمرة، هم الأربعة على نفقتي الخاصة، هم الأربعة مدعوين ليؤدوا العمرة للشهداء الثلاثة، أسر شهدائنا الثلاثة الأبطال على نفقتي الخاصة. أتمنى أنهم يتقبلوا هذه الدعوة مني، وهيسافروا مع أكبر شركة في مصر، شركة الهنوف، مع الأستاذ أشرف شيحة. كان المفروض كمان يكون معهم أسرة الشهيد محمد أيمن، ولكن أسرة الشهيد محمد أيمن أستاذ أشرف شيحة كمان هيسفرهم على حسابه الخاص، هيطلعوا عمرة إن شاء الله مع بعض على طول. من بكرة هنجهز إجراءات العمرة، يسافروا الأسر الثلاثة اللي موجودين معانا بإذن الله، يؤدوا العمرة لشهدائنا الأبطال، ودي أقل حاجة إحنا نعملها لأبطالنا، وده أقل واجب وأقل تكريم. نفسنا نعمل أكتر، نفسنا نعمل لكل واحد شهيد، نفسنا نعمل لكل أسرة شهيد. يا رب يتقبل، يا رب يرحم شهدائنا الأبطال. عم الحاج ده درع يعني مهدى لحضرتك والحاجة الكريمة من القناة لحضرتك، وطبعا يعني تتقبلوا دعوتين، دعوة العمرة لحضرتك والحاجة والدرع كمان. ماشي يا بيه، هدية مقبولة منك يا بيه، وتشرفونا وان شاء الله ناخد جوازات سفركم ونجهز على طول. كلمتين اتنين اتفضل. هني بهني خرف الله وشباب خرف الله، بس هم على القهوة. كلمتين اتنين تشكرهم. بس عشان ايه عاملين اللي مش نعمل، عاملين يفط ايه لاسلام، وعاملين في البلد ايه، وهم كانوا بيحبوا خالص يعني، هم كلهم قاعدين دلوقتي مستناظريننا على القهوة. شكرين يا عم الحاج. العفو. شكرين. يعني بعد اذنك انت كده يعني دكتور، خلي حضرتك مستريح. شكرين يا اخوات بيه، الله يخليك. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر يا اخوات بيه. شكرين يا بيه، الله يخليك. شكرا يا احمد بيه، الله يخليك يا بيه. والد بطل عظيم. الله يخليك، الله يخليك يا احمد بيه، الله يخليك يا بيه. عم الحاج فتحي اشكرك كمان. ماشي يا باشا، هديه مقبوله. اشكرك. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر ثلاث مرة. شكرا. تفضل يا باشا. تفضل. عفوا. تفضل. ماشي. بشكركم وشرفتوني. انت شكرا يا حاجه. الله يخليك. شكرا عم الحاج. بعده كلمتين كده، نشكر خرف الله بس وجواره بس. منهم يا رب. ربنا يخليك. رب ما يحرمك منهم يا رب. ربنا يحميكم. يا رب تخليك. يعني شكرين لحضرتك. شكرين لحضرتك. شكرين دايما يا رب على خير. شوفك على خير يا احمد بيه. الله يخليك. نشكر خرف الله. انا بشكركم. القريه. شكرا. شكرين. زي بعض يا سعاده الباشا. نشكر ايه قرية خلف الله كده بحسك الحلو. انت نازل انتخابات ولا يا حاج؟ هني لا مش نازل انتخابات. شرف يعني التليفونات. خليني اشكركم. ايوه. واشكر كل المصريين المحترمين. ايوه. كل الناس اللي بيساندوا اسر الشهداء ليكم كل التحية والتقدير. وعم الحاج عايز مرة تانية نعم اشكر اهالي خلف الله. ايوه. وكل اهالي محافظة الشرقية وكل الناس. أيوة. وكل مشاهدينا الكرام في كل مكان. كان معانا النهارده ثلاثة من اسر شهدائنا الابطال، دول ابطال مصر، ابطال كل واحد فخور يكون عنده واحد من الشهداء زي الاسر الثلاثة اللي موجودين معانا. تصبحوا على خير. بلادي بلادي لك حب.